يمكن القول أن الدائرة سيركل تعتبر أكثر شكل أساسي في الكون، سواء كنت تنظر إلى مدارات الكواكب أو إلى العجلات أو نظرت إلى الأشياء حولنا، ستبقى تظهر الدائرة هنا وهنا وهنا مرة أخرى. إنه من الجدير بالاهتمام أن نفهم بعض من خصائص الدائرة. وأول شيء، عندما يكتشف الأشخاص الدائرة وعليك أن تنظر إلى القمر لترى دائرة، لكن أول مرة سيقولون حسنا ما هي خصائص أي دائرة، وأول واحدة سيقولونها هي أن الدائرة عبارة عن جميع النقاط التي مسافتها متساوية من مركز الدائرة. جميع هذه النقاط على طول الحافة مسافتها متساوية من المركز هنا. وأول هذه الأشياء أن شخص ما يرغب في أن يسأل ما هي هذه المسافة، المسافة المتساوية لكل نقطة من المركز هنا. نسمي ذلك بنصف قطر الدائرة radius، وهو عبارة عن المسافة من المركز إلى الحافة. فإذا كان نصف القطر 3 سنتيمتر، فإن نصف القطر هنا سيكون 3 سنتيمتر، ونصف القطر هذا سيكون 3 سنتيمتر، لن يتغير. من خلال التعريف، فإن الدائرة عبارة عن جميع النقاط متساوية البعد عن المركز، وهذه المسافة هي نصف القطر. والآن الشيء التالي المثير للاهتمام هو أن البعض سيقولون ما مدى توسع الدائرة؟ كم عمقها على طول أوسع نقطة؟ أو إذا أردت أن تقصها على طول أوسع، ما هي تلك المسافة؟ ولا يجب أن تكون هنا، يمكنني أن أقصها بسهولة على طول أوسع نقطة فيها، لن أقوم بقصها في أي مكان هكذا، لأن هذا لن يكون على طول أوسع نقطة فيها، يوجد عدة أمكنة يكون على طول أوسع نقطة. حسناً، لو رأينا نصف القطر ورأينا أن أوسع نقطة تمر من المركز وتستمر، بالتالي تكون نصفي قطر. حصلنا على نصف قطر هنا ثم نصف قطر آخر هناك. نسمي هذه المسافة التي تقع على طول أوسع نقطة من دائرة بالقطر. إذن هذا هو قطر الدائرة، diameter. لديه علاقة سهلة جدا مع نصف القطر، فالقطر يساوي 2 ضرب نصف القطر، diameter يساوي 2 ضرب radius. الآن الشيء التالي المثير للاهتمام والذي ربما تتعجبه عن الدائرة هو ما مقدار بعده حول الدائرة. فإذا أردت الحصول على شريط قياس وأردت قياس حول الدائرة هكذا، ما هذه المسافة؟ ما هذه المسافة؟ نسميها بمحيط الدائرة circumference. الآن نحن نعلم علاقة القطر ونصف القطر، لكن كيف يرتبط محيط الدائرة بالقطر؟ وإذا لم يكن القطر مألوفا لك، إنه جدا سهل أن تجد كيف يرتبط بنصف القطر. حسنا، لعدة آلاف سنين مضت أخذ الأشخاص شريط القياسات وبقيوا يقيسوا القطر ونصف القطر. ودعونا نفترض أنه عندما لا يكون شريط قياساتهم جيدا، فلنفترض أنهم قاموا بقياس محيط الدائرة ونجحوا في ذلك وبدا لهم أنه 3، ثم قاموا بقياس نصف قطر الدائرة أو قطر الدائرة وقالوا أن القطر قياسه 1. سيقولون، دعوني أكتب ذلك، نحن نهتم للنسبة، دعوني أكتبه هكذا، نسبة محيط الدائرة إلى القطر، ratio of circumference to diameter، ratio of circumference to diameter، نسبة محيط الدائرة إلى القطر. فلنفترض أن لدى أحدهم دائرة هنا، دعوني أقول أن لديهم هذه الدائرة، ولأول مرة عندما أستخدم شريط القياس غير الجيد سيقومون بقياس ما حول الدائرة ويقولون إنه تقريبا يساوي 3 متر. عندما أدور حوله وعندما أقيس قطر الدائرة يساوي تقريبا 1.
حسنا، هذا ممتع. ربما نسبة المحيط إلى القطر تساوي 3، وربما أن المحيط دائما 3 ضرب القطر. هذا بالنسبة للدائرة، لكن دعونا نفترض أنهم قاموا بقياس الدائرة كهذه، رسمتها بشكل أصغر. لنفترض أنهم على هذه الدائرة قاموا بقياس ما حولها، ووجدوا أن المحيط يساوي 6 سنتيمتر تقريبا، لدينا شريط قياس سيء. ثم أوجدوا أن القطر يساوي تقريبا 2 سنتيمتر، ومرة أخرى نسبة محيط الدائرة إلى القطر هي تقريبا 2. حسنا، إن خاصية الدائرة هذه تعتبر متقنة. ربما أن نسبة المحيط إلى القطر تكون ثابتة دائما لأي دائرة. يقولون دعونا ندرس هذا، لديهم شريط قياس جيد الآن. وعندما يحصلون على شريط قياس جيد ويقومون بالقياس، سيجدون أن القطر يساوي 1. سيقولون أن القطر يساوي 1، لكن عندما أقيس المحيط قليلا سأدرك أنه قريب من 3.1. ونفس الشيء هنا، لاحظوا أن النسبة قريبة من 3.1، ثم استمروا بالقياس بشكل أفضل، ومن ثم أدركوا أنهم كانوا يحصلون على هذا العدد. استمروا بالقياس بشكل أفضل وكانوا يحصلون على هذا العدد 3.14159، واستمروا بإضافة الأرقام العشرية ولم يتكرر. كان ذلك عدد ميتافيزيقي رائع، حيث أنه استمر بالظهور. وبما أن هذا العدد أساسي في الكون، لأن الدائرة شكل أساسي في الكون، فهو يظهر لكل دائرة. نسبة المحيط إلى القطر كانت نوعا ما عدد سحري، وقد أعطي اسم معين سمي بباي، أو يمكنك أن تسميه بالحرف اللاتيني أو اليوناني باي هكذا. إنه يوضح هذا العدد، حيث يمكن القول أنه أكثر عدد فاتن في الكون. ظهر أولا كنسبة المحيط إلى القطر، لكنك ستعلم كلما تعمقت في الرياضيات أنه يظهر في كل مكان. إنه واحد من هذه الأشياء الأساسية عن الكون، والذي يجعلك تفكر أنه يوجد ترتيب معين له. لكن على أي حال، كيف يمكننا استخدامه في أساسيات الرياضيات؟ كما نعلم، أو كما سأقول لكم، أن نسبة المحيط circumference إلى القطر، عندما أقول النسبة فأنا أعني إذا قسمت المحيط على القطر diameter، ستحصل على باي. باي عبارة عن هذا العدد، يمكنني أن أكتب 3.14159 وأستمر، لكن هذا يعد مضيعة للمساحة وسيكون صعبا للتعامل، لذلك يتم كتابة هذا الحرف اليوناني باي. كيف يمكننا أن نربطه؟ يمكننا أن نضرب كلا الطرفين بالقطر يمكن أن نقول أن المحيط يساوي باي ضرب القطر، أو بما أن القطر يساوي 2 ضرب نصف القطر، فيمكنني أن نقول أن المحيط يساوي باي ضرب 2 ضرب نصف القطر، أو بالشكل الذي تفضل أن تراه عليه، يساوي 2 باي آر. دعونا نرى إذا كان يمكننا تطبيق ذلك على بعض المسائل. لنفترض أن لدي دائرة كهذه، وأريد أن أخبركم أن نصف قطرها، نصف القطر هنا 3. إذن 3، دعوني أكتب هذا، إذن نصف القطر radius يساوي 3، ربما يساوي 3 متر. نضع بعض الوحدات هنا. ما هو محيط الدائرة؟ محيط الدائرة يساوي 2 باي ضرب نصف القطر، نصف القطر، إذن C تساوي 2 باي ضرب نصف القطر هنا ضرب 3 متر، ما يساوي 6 متر، 6 باي متر.
والآن يمكنني أن أضرب وتذكر أن باي عبارة عن عدد، باي تساوي 3.14159. إذا قمت بضرب 6 ضرب ذلك ربما سأحصل على 18 فاصلة عدد ما عدد ما. إذا كانت الآلة الحاسبة بجانبك فربما أردت أن تفعل ذلك، لكن من أجل التبسيط يرغب الأشخاص بترك الأعداد بدلالة باي. والآن لا أعلم ماذا يكون الحاصل إذا ضربت 6 ضرب 3.14159. لا أعلم إذا كنت سأحصل على عدد قريب من 19 أو 18 أو ربما عدد ما، إن الآلة الحاسبة ليست أمامي، لكن بدلا من كتابة ذلك العدد نكتب 6 باي. في الواقع أعتقد أنه لم يصل إلى عتبة 19. الآن دعوني أسأل سؤال آخر، ما هو قطر الدائرة؟ ما هو القطر؟ دايمتر. حسنا، إذا كان نصف القطر 3 فالقطر يكون ضعف ذلك، أي سيكون 3 ضرب 2 أو 3 زائد 3 ما يساوي 6 متر. إذا محيط الدائرة يساوي 6 باي، والقطر 6 متر، ونصف القطر 3 متر. الآن دعونا ننتقل إلى الاتجاه الآخر، لنفترض أن لدي دائرة أخرى، لنفترض أن لدي دائرة أخرى هنا، وأريد أن أقول لكم أن محيطها يساوي 10 متر، هذا هو محيط الدائرة. إذا وضعت شريط قياس حولها وقال لك أحدهم ما هو قطر الدائرة، دايمتر. حسنا، نحن نعلم أن القطر ضرب باي، الباي ضرب القطر يساوي المحيط وهو يساوي 10 متر. وحتى نجد هذا سنقوم بقسم الطرفي المعادلة على باي. القطر يساوي 10 متر على باي، 10 على باي متر، وهذا مجرد عدد. إذا كان لديك آلة حاسبة سيكون بإمكانك أن تقسم 10 تقسيم 3.14159 وتحصل على 3 فاصلة عدد ما بوحدة المتر. لا أستطيع القيام بذلك ذهنيا لكنه مجرد عدد، لكن من أجل التبسيط سنتركه بهذه الصورة. الآن ما هو نصف القطر؟ حسنا، نصف القطر يساوي نصف ضرب القطر، إذا هذه المسافة ككل هي 10 على باي متر. إذا أخذنا نصفها، إذا أردنا نصف القطر سنضربها بنصف، لدينا نصف ضرب 10 على باي ما يساوي، نقوم فقط بقسمة كل من البسط والمقام وهو 10 على 2، سنحصل على 5، إذا نحصل على 5 على باي. إذا نصف القطر هنا هو 5 على باي، لا شيء خيالي هنا. وأعتقد أن أكثر شيء الذي يحير الأشخاص هو إدراك أن باي عبارة عن عدد، باي تساوي 3.14159 ويستمر. وهناك العديد من الكتب التي كتبت عن باي، هو ليس، لا أعلم ما إذا كان هناك الآلاف، إنني أبالغ، لكن يمكنكم أن تكتبوا عن هذا العدد، لكنه مجرد عدد، إنه عدد مميز جدا. وإذا أردت أن تكتبه بالطريقة التي اعتدت كتابة الأعداد بها فيمكنك أن تضربهم، لكن غالبا ما يفضل الأشخاص تركه بدلالة باي. على أي حال سأترككم هنا، وفي العرض القادم سنجد مساحة الدائرة.